اما بقى بالنسبه للاحداث والاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، النهارده وزاره التخطيط ومشروع رواد 2030 هيطلقوا الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئه، وطلبه الثانويه العامه مكفوفين هيمتحنوا النهارده امتحان اللغه العربيه ورقه اولى. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، واخبار ثانيه كتير هنتعرف عليها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة. هيستهل الملتقى فعالياته بافتتاح معرض الشركات الناشئة، وهتيجي الجلسة الافتتاحية للملتقى بعنوان آليات تمويل الشركات الناشئة ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، والجلسة الثانية بعنوان دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال. النهاردة طلاب الثانوية العامة للمكفوفين هيمتحنوا مادة اللغة العربية وورقة أولى، وهيمتحن طلبة الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي امتحاناتهم في مادة الكيمياء. والجدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية السنة دي 650 لجنة على مستوى الجمهورية، وعدد الطلبة اللي هتمتحن السنة دي 139,000 طالب وطالبة في مختلف الأقسام، ووصل عدد طلاب القسم الأدبي ل 91,392، وطلاب القسم العلمي 46,648 و 143 طالب من طلاب شعبة العلوم الإسلامية و 539 طالب في معاهد البعوث الإسلامية. النهارده هيستقبل مطار مرسى علم الدولي ولحد آخر الأسبوع الجاي 110 رحلة طيران دولية أوروبية هتوصل المطار خلال أسبوع، وهيتم تسهيل الإجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية في أسرع وقت ممكن لقضاء أجازتهم في مرسى علم.